لقاء. لقاء. نعم نعم نعم. ايه يا حبيبتي مالك بتزعقي ليه كده؟ لا بزعق ولا بتنيل. اه انت كنت فين؟ كنت في 60,000 داهية يا اخي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بعد الشر عليك يا حبيبتي. مالك يا حبيبتي في ايه؟ معلش يا جد انا تعبانه وقرفانه قوي بجد، انا محتاجه اطلع استريح. ممكن؟ طب خدي بس طمنين عليك، انت مش طبيعتك. في انقى قلت لك قرفانه وتعبانه وزهقانه وعايزه استريح. ينفع تسيبني استريح بقى؟ الله لقاء افهميني بس يا بنتي، لازم تتكلمي معايا. لقاء على فكره يا انت من ساعه ما سافرتي سفرين شهرين وانت راجعه متغيره، في حاجه ضايقتك هناك؟ مفيش. طب بصي يا بنتي بس اقعدي مع نفسك كده بهدوء وفكري، وبعدين قولي لي ايه اللي مضايقك بالظبط. جد؟ ايوه حبيبتي. طلقني. مالك حبيبتي؟ مالك في ايه؟ انا مخنوقه. مخنوقه؟ طب ما احنا كلنا بنتخنق عادي جدا يا لقاء. هو اي واحده كده تتخنق او تتضايق شويه تقوم كده تطلب الطلاق من جوزها على طول؟ يا جد افهمني، انا مش حاسه اني سعيده اصلا. مش سعيده معايا انا؟ ليه يا حبيبتي؟ هو انا معاكن عليكي ولا حاجه؟ على فكره انا ما قلتش كده. امال في ايه؟ مالك يا لقاء؟ يا اخي اعتبرها حاله نفسيه، وبدل ما نزيد ويحصل بينا مشاكل ونتقلب اعداء بعد ما كنا اصحاب ننفصل احسن. انا بجد بعزك. بتعزيني؟ طب لقاء خلي بالك ان في بينا شغل وفلوس وبزنس، والطلبات اللي انت طلبتيها مني دي دلوقتي ممكن تأثر على اللي بينا. بزنس ايه؟ بزنس ايه؟ يعني اولع في نفسي عشان البزنس بتاعك هو ده اللي هينفعني؟ تولعي في نفسك؟ واكتر بكتير كمان. طب ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل. اقعدي مع نفسك يا لقاء وراجعي كل الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي، بس لازم تفتكري حاجه جامده قوي، ان انا بحبك. تفتكري كويس قوي الايام اللي بينا، انا كنت شايلك على كفوف الراحه لقاء. بص يا بنت الناس، هقول لك على فكره حلوه قوي. لقاء احنا طالعين مع بعض العين السخنه، هاخدك معايا اقعد هناك شم هوا، يمكن حالتك النفسيه تهدى شويه. فكري ولما ترجعي قرري. طب كنت لسه عاوزه تطلقي؟ صدقيني قولي لي طلقني يا جاد وانا هطلقك على طول. مش عارفه يا عم، خليه يحمل العربيه على ما اجيلك. اه اقول له استنى. اه ما جيتش امبارح ليه يا عاصم؟ عندك يوم؟ ما الفل يا حاج. صباح الرضا يا حبيبي. طلعتني. اقعد اقعد. خير يا حاج؟ خير ان شاء الله. بيني وبينك اصل انا سمعت خبر كده مش عارف هيكون رأيك فيه. خبر ايه يا حاج؟ خير؟ خير ان شاء الله. يعني اصلك من ساعة ما كلمت بنت سعادته مفيش خبر، لا هي اتكلمت ولا ابوها اتكلم، اللي كان واجع دماغي كل شوية عايزين خدمة يا حاج، عايزين خدمة يا حاج. بصراحة يا حاج انا الموضوع ده كان قافش كده في دماغي، و انا بصراحة ما كنتش عايز ابين لك، وكنت ناوي اكلمها النهاردة. لا 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 لا، كويس بقى انك كنت ناوي وانك ما كلمتهاش فعلا. ليه؟
اصل بصراحة ربنا انا لما لقيت الموضوع ماع وبوخ قلت مش هسكت بقى، رحت ماسك الموبايل ومكلم معالي الوزير. قلت له يا معالي الوزير ايه الحكاية؟ ازاي سعادتك؟ يعني اخباركوا ايه؟ قال لي هو برضو الكلمتين الفارغين اللي انت عارف بيتقالوا في الحالات دي. ايه يا حاج، وبعدين بعد الكلمتين اللي بيتقالوا في الحاجات دي حصل ايه؟ انت يا ابني متصرب عليه، ما تستنى. قلت له يا معالي الوزير يعني من يوم يوسف ما كلمكوا ما سمعناش منكوا لا حس ولا خبر، ايه الحكايه؟ وبعدين يا حاج وبعدين؟ ما انا لسه بقول لك وبعدين اهو. لقيت الراجل قال لي كلمتين ما كنتش اتصور انه ممكن يقولهم لي ابدا ابدا. ايه يا حاج كمل يا حاج وبعدين؟ ما انا هكمل اهو. قال لي انت بتسال على الطلب بتاع يوسف؟ يا سلام يا حاج سيد يا دقاق. ها يا حاج، وبعد ما قلت له يا سلام وهو قال لك يا سلامين، وبعد السلامات دي حصل ايه؟ هو قال لي بس يا عم الحاج سيد يا دقاق يا عظيم، هو احنا معقول هنلاقي في بر مصر ده كله حد زيكو وزي ابنك يوسف؟ بجد يا حاج؟ ايه والله يا ابني لك كده بجد يا حاج؟ بجد بجد، ألف مبروك يا حكومة. الله يبارك فيك يا أبو الحكومة. عجبتيني، ده انت تعجبي الملك يا بنتي. انا قبل كده كنت متجوز ناس كانهم اعضاء المجلس المحلي بالمديريه. ايوه والله زي ما بقول لك كده. بموت في خفه دمك يا سيسو. سيسو حلوه دي، سبحان الله. خدي بقى انا عايزك تشدي لك نفسين كده من الحته دي. يا سبحان الله. هاتي يا حبيبتي. حياتي. تعالي لي بقى. أؤمرني يا سيد الناس. بالك أنا نفسي في إيه؟ إيه يا روح قلبي؟ نفسي في صوابعك اللي زي صوابع المرجان دي تعملي لي سجارتين ملغمين بإيديكي. أنت تأمرني وأنا عليا التنفيذ، يا روح قلبي يا حياتي. أنا بنتي اللي حياتي وحبيبتي. بقول لك إيه يا سيسو؟ قولي يا حبيبتي عايزة إيه؟ هو أنا بقى أمي مش هتيجي تعيش معانا في الفيلا؟ أمك؟ دي أمك تيجي قبل أمي الله يرحمها. هو في غير أمك هيجي؟ أنا أصل كنت مستني الواد كمال وخلاص كمال وصل. أمك هتنورنا على طول يا حبيبتي. بحبك يا سيسو وبموت فيك. بس أنا نفسي في حاجة. إيه يا روح؟ أنا عايزة تختخك شوية وربربك وعايزة أكلك. تعالي جنبي يا بنتي. تختخني يا سيسو؟ تعالي يا أما تختخك. يا ترى ايه اللي غيرها بالشكل ده؟ يا ترى ايه اللي حصل في سفرية شرم الشيخ دي؟ يا ترى عندها مشكلة في الشغل ومش راضية تقول، وهو ده اللي معاكمل عليها؟ ولا يكونش التغيير ده وراه سيد الدقاق او يوسف ابنه؟ هم كانوا عندها في المحل، بس لو كان في حاجة ما كانتش قالت لي انهم راحوا لها. بس انا برضو ما استبعدش اي حاجه من الدقاق وابنه. ولا يوسف، دلوقتي انا فكرت كتير في الموضوع بتاع الواد اللي اسمه وحيد ده، قلبته في دماغي يمين وشمال، ولقيت ان احسن حل ان انا اعترف بيه واقول ده ابني، ويا دار ما دخلك شر. ايه رايك؟ طب والله عين العقل يا حاج، عين العقل منك. خلينا نفوق لشغلنا بقى ونخلص القصه دي. ده رايك؟ طب تعالى ورايا. وحيد. ايه
وحيد. وحيد مبروك يا وحيد. الف الف مبروك. مبروك مبروك على ايه؟ الحمد لله ربنا نصرك في الاخر وكمل صبرك على خير. طب فهموني ايه اللي حصل؟ انت ما تعرفش وحيد، ابوك اعترف بيك، يعني انت بقيت اخونا رسمي، فاهم؟ بالحب يا اخويا. بجد؟ انا مش مصدق نفسي. امال بابا فين؟ ايه بابا؟ وحيد وحيد انت بتتكلم عادي؟ ايه ده؟ وحيد يا عم بتتكلم احسن مننا. ايه ده؟ انا بتكلم. الله يبارك فيك وحيد. ابني حبيبي يا نور عيني وحيد يا ابني. انا بعترف انا كنت غلطان في حقك، انت ابني وربنا يقدرني وعوضك عن كل دقيقه ضاعت منك. انت ابن سيد الدهاء حبيبي. خليك ليا يا بابا، ربنا يخليك ليا حبيبي وحيد. ممكن اخدك في حضني يا وحيد؟ يوسف اخويا حبيبي. انا فرحان قوي، انا فرحان قوي يا جماعه، انا مش مصدق. معقوله كلكم جنبي؟ امال فين حسونة وفردوس وجنة؟ فين؟ احنا كلنا جنبك اهو. مبسوط يا وحيد؟ مبسوط قوي، بس فرحتي مش هتكمل الا لما تبقى جنة جنبي.